يعني زينب دائما بنقول انه نحن لازم نحب حالنا بطريقه صح لحتى نعرف نطور ذاتنا ونقدر ذاتنا بطريقه صح، لكن بعض الاشخاص يمكن بيفتقدوا للثقه بالنفس، ومثل ما بنقول ومقوله متداوله بشكل كثير كبير انه فاقد الشيء لا يعطي. كيف بنقدر زينب نحب حالنا بطريقه صح، ندعم حالنا ونطور نفسنا؟ اكيد حلو الدعم من الاخرين، لكن ايضا الثقه بالنفس هي مطلوبه دائما وبكل المراحل. حتى نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل اكيد بصيرنا نقول صباح الخير لنسور صافي اختصاص تنميه مهارات. صباح الخير نسور، يسعد صباحك. كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. يسعد صباحك نسور، يعني اليوم لابسه كعب والثقه لعند شو السما. خلينا نقول خلينا نحكي عن مفهوم تقدير الذات. دائما في جمله بيقولوها الاهل، اللي ما بيحب حاله ما بيقدر يحب الناس الثانيين. فخبرينا يعني هذا المصطلح الشعبي اللي كنا نقوله له مفهوم، هو مفهوم تقدير الذات. هلا خلينا بالبدايه نعرف المصطلحات، شو يعني تقدير الذات، شو يعني الذات. هلا بالبدايه هي الذات هي معتقد الشخص عن نفسه، الصوره الكليه يلي بيشوف فيها نفسه، بمعنى الهويه الشخصيه للانسان او الاجابه عن سؤال من انا، مين انا، انا الشخص الفلاني، شو الجنسيه. فهي الهويه الشخصيه والهويه الاجتماعيه بمحيطي. تمام. يعني ادراك من انا، هي اذا نحن عم نحكي عن مفهوم الذات. اما مفهوم تقدير الذات هي تقييم الشخص لذاته ولادائه من خلال وجوده ضمن محيطه. تقدير الذات لما نحن بنحكي تقييمه لنفسه، نسور برايك هذا الشيء بينطبق انه نحن شو فينا نقاط ضعف ونقاط قوه، او شو فينا شغلات يمكن المفروض نغيرها؟ لانه زينب كل واحد اكيد بيعرف حاله وبيعرف يمكن كل نقاط القوه تبعه، بيعرف وين غلط كمان مع الاخرين، هل هذا الشيء بينطبق كمان على مفهوم تقدير الذات؟ اكيد. هلا بالبدايه نحن اذا بدنا نحكي عن تقدير الذات، في هي مراحل قبل بتجي من تقدير الذات، يلي هي مرحله احترام الذات او حب الذات. هي النقطه يلي نحن بننطلق منها قبل التقدير. قبل التقدير النقطه اللي بعدها انه انا اكتشف ذاتي، اكتشف نقاط ضعفي، نقاط القوه يلي عندي، وكيف انا بدي احط اليات لحتى اشتغل عليها لوصل لمرحله تقدير الذات. بعدين بنتقل لبعد اكتشاف الذات لمرحلة تقدير الذات. هون أنا بيكون في عندي تقدير ذات لتقدير إيجابي، بشوف هو إيجابياتي وبقدرها. أما إذا كان دائما نحن في عنا تلسكوب على السلبيات، فنحن مثل في عنا مرحلة تدمير الذات. تدمير الذات. هلأ المرحلة الأولى يلي هي مرحلة احترام الذات أو حب الذات، هون بتبلش أول درجة من درجات تقدير الذات واللي هي مرحلة الرضا. أنا أكون رضيانة عن المكان يلي أنا موجودة فيه، لحتى رضيانة عن إنجازاتي لحتى أنتقل للمرحلة الثانية. طب شو هي المرحلة الثانية يلي هي الإنجازات؟ وهون نحن بدنا نحدد الفئة العمرية اللي نحن بدنا نحكي عنها، هل هي فئة أطفال ولا هي فئة يافعين ولا هي فئة كبار. صحيح. لأنه دائما بتختلف طبعا، الصغار بيكون إنجازاتهم بسيطة، اليافعين بيكون في عندهم حالة من الأحيان بيكون الضياع إذا ما كان هنا محددين أهدافهم شو بدهم. الكبار بيكون في عندهم بعد الإنجازات أحيانا يصاب الشخص بإحباطات. فنحن بدنا نحدد شو هي المرحلة العمرية اللي نحن بدنا نحكي عنها ويدونوا إنجازاتهم. كل شخص مننا عنده إنجازات. اللحظة اللي هو بيلاقي حاله أنا ما عندي إنجازات، بيكون هو ما عم بقدر ذاته أفضل تقدير. ليش؟ بشكل بسيط، لأنه هو شايف حاله أنه أنا ما عم ساوي شيء، ما لي هدف بالحياة، ما في رسالة واضحة. نعم، يعني نسور عم تحكي عن موضوع كتير مهم، لأنه هلأ حالياً فعلاً بتلاقي أنه بعض الشباب والصبايا بحالة ضياع، دمروا كل شيء أنجزوه من دراسة، من خطوات لو كانت بسيطة لكنها مهمة بالحياة، وخاصة نحن بعصر السرعة، عصر مواقع التواصل الاجتماعي، عصر الزيف، عصر يمكن التنمر حتى على أو تقليل من شأن أي حدا ممكن يوصل، حتى لو كان ناجح ممكن يسبب له هذا الشيء عدم ثقة بالنفس وعدم تقدير بالذات. فخبرينا كيف الواحد في يواجه هذا الشيء، هل كمان في دور للأهل بهذا الشيء؟ بمرحلة الطفولة طبعا هو الدور الكبير، دور الأهل هو دورا لتدعيم ثقتهم بنفسهم. بمرحلة الوقت بيكونوا يافعين دور الأهل ودوره هو يشتغل على حاله. هلأ نحن دائما بنركز بمرحلة الثقة بالنفس، أنا كيف بدي يكون في عندي
حالة من الثقة بالنفس. أول شيء أنا بدي زيد من تعلماتي، كثرة القراءات. طب شو الآلية اللي أنا بدي اتبعها؟ نحن في عنا مجموعة من الجوانب بهالحياة، لازم يكون في عنا حالة من التوازن وليس حالة من التساوي. ودائماً أنه كون أنا في عندي معيار، أنا وين موجود؟ طيب كيف؟ شو هن هدول الجوانب؟ خلينا نحن نعددهم لهدول الجوانب ونحكي بعض يعني شيء عن هدول الجوانب. أول شيء الجانب الروحي، الجانب الذاتي، الجانب الاجتماعي، الجانب الأسري، الجانب المالي، الجانب المهني، العقلي، العاطفي. هلأ أنا وقت حطهم هدول كلياتهم هيك قدامي وأقعد أتفرج عليهم، غالباً منلاقي إنه الرجل بتلاقي إنه الجانب المالي والجانب المهني أخذ كل وقته، فهامل بعض الجوانب الثانية. بالمرحلة مثلاً هامل الجانب الأسري مثلاً، بمرحلة اليافعين بتلاقي أخذ كل عقله مثلاً أو حواسه، هو الجانب العاطفي طاغي على كل الجوانب. هلأ أنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نحط هدول الجوانب كلياتها ونكون صادقين مع نفسنا، نحطهم. أنا وين موجود بالجانب الروحي؟ قدي أنا بعطي نفسي علامات عليه. وين موجود أنا بالجانب الأسري؟ وقدي علاقتي منيحة مع أسرتي، مع ماما، مع بابا، مع أولادي، مع أهلي، مع محيطي. طب بالجانب الذاتي قدي أنا عم طور من ذاتي، قدي أنا عم بشتغل على حالي، قدي أنا مثلاً كطالب، قدي أنا عم بدرس وأعطي من حالي، كرجل بالعمل، كأمرأة بعملها، قدي أنا متمكنة من دور اللي أنا عم أدي، قدي متمكنة من أدائي لعملي. بنتجه مثلاً للأطفال حتى إنه منشوفهم إنه هن وين موجودين، بأي جانب من هدول الجوانب. صحيح. ولازم نحن نسألهم، وإذا هن ما عندهم اطلاع عنه أنا ضويله عليها بشكل مبسط، بسط له المعلومة ووصل له إياها. نحن ما حنقدر نكون كاملين صحيح بكل الأحوال، ما حقدر أنا أكون أخذة 10 من 10 بكل هدول الجوانب، بس ولكن أعطي اهتمام لكل جانب من هالجوانب لأقدر أكون إنسان متوازن تماماً. أقدر أكون إنسان متصالح مع نفسي، يكون في عندي تقدير صحيح لذاتي، وتكون علاقاتي الاجتماعية جيدة. احمي حالي من نقطة كتير حكيتي عنها كتير مهمة، هي التنمر. ما بيهمني شو ما حكوا، رأي الأشخاص السلبيين أنا ما بيهمني. نعم. طيب نسور، هذا الشيء يمكن لحتى نوصل لتقدير الذات بطريقة صح، بعيدا يمكن عن الغرور وبعيدا يمكن عن قلة الثقة بالنفس، هذا الشيء رح يمر بمراحل، هذا الشيء يمكن عم بيكون هرمي لحتى نوصل للغاية اللي نحن بدنا إياها. منبلش فيها من مرحلة الطفولة إذا صح هذا الحكي، لحتى تماما. نوصل نحن لمرحلة البلوغ والمرحلة الصحية اللي نقدر نحن نقول فيها أنه فعلا نحن قادرين نقدر ذاتنا ونعرف وين نقاط القوة وين نقاط الضعف. خبرينا كيف هذا الشيء بيتم على مراحل. بالمرحلة الأولى هو الدعم الأسري، يعني نحن إذا نحن عم نحكي على تقدير الذات من خلال هرم ماسلو، وطبعاً أنا دائماً بعاقب إنه هرم ماسلو جيد ولكن تم نقضه لهرم ماسلو، ولا بنحكي عنها كيف. المرحلة الأولى هي مرحلة تأمين الاحتياجات اليومية اللي هي من طعام لشراب لنوم لراحة، الحاجات الفيزيولوجية الأساسية. إذا نحن عم نحكي عن الأطفال فهي مؤمنة، أو عند اليافع أو عند الكبار، فهي لازم تكون هي بنسميها حاجات النمو. بعد حاجة الأمان يلي موجودة، الأمان الأسري طبعا كله بيرافقه العاطفة. أكيد أكيد أكيد. وقت نحن عم نحكي على مرحلة الأمان، فمن دون وجود امان ما في ما في ما في عاطفه، ما عم تتشكل العاطفه الصحيحه عند هذا الطفل، في عنده صار خلل بالتوازن العاطفي عند هذا الطفل. بعدين بدنا ننتقل لمرحله الانتماء الاسري، انتمائه للاسره، وجوده بين امه وابوه بمرحله الطفوله، بمرحله اليافع، هذا كله عم ياثر على تكوين هي الشخصيه، عم ياثر على تكوين ثقته بنفسه، حتى عم ياثر على تكوين شخصيه هذا الطفل بشعوره بالامان او فقد الامان بشكل يعني مباشر او مفاجئ. فيما بعد لننتقل بقى لمرحلة التقدير الذات، واللي بعدها مرحلة هي بنسميها مرحلة الإبداع أو مرحلة حل المشكلات. هون بتصير بقى بتنفرز الشخصيات. كيف بصير فرز الشخصيات؟ بصير في عنا أشخاص طبعاً يلي ما عندهم تقدير لذاتهم، يلي خليني أقول لك هنن ما مرقوا بهالمراحل كلياتها،
هون بنلاقي شخص بيلاقي لكل حل مشكلة، دائما في عنده عقبات، دائما ما عنده أي حلول. الأشخاص الثانيين بتلاقي في عنده حل وحيد بس، ما زبط زبط ما زبط ما زبط خلص، صار في أنا عندي مشكلة. أشخاص ثانيين لا أنا عندي حل لكل مشكلة. هلا الأشخاص اللي عندهم تقدير عالي لذاتهم هن الأشخاص اللي متصالحين مع ذاتهم، اللي قادرين يتعاملوا تحت كل الظروف. خليني أقول لك ياهم ووصف لك ياهم، هن متغلبين على مخاوفهم، ما بيسمعوا للآراء السلبية، ما بيسمعوا للكلمات السلبية اللي ممكن تأثر على طريق حياتهم. هندين الأشخاص يلي بيلاقوا لكل مشكلة مو حل، لكل مشكلة عندهم عدة حلول. ما عندي مشكلة، أي عقبات أنا رح تواجهني أنا مباشرة رح أتخطاها، رح لاقي حلول لإلها، ما في شيء أنا بيوقفني بالحياة. نعم نسورة، يعني يمكن بالظروف اللي عم نعيشها هلأ في كتير من الناس، حتى الأهالي إن كان والد أو والدة، أحيانا بحسوا بعدم تقدير الذات لأنه ما عم يقدروا مثلا يلبوا احتياجات أسرتهم، احتياجات الحياة المعيشية، احتياجات أطفالهم، عم يوصلوا لمرحلة من اليأس والأحباط، يعني لمراحل متقدمة من عدم تقدير الذات. الإنجازات كلها اللي عملوا بحياتهم بتصير صفر، أنه أنا ما عملت شيء لهلأ. خبرينا اليوم هي الحالات اللي عم نشوفها العائلية كيف فيها تنحل، كيف فيها يعني تكون أهون على العيال السورية، لأنه نحن بالنهاية عم نعيش ظرف واقعي أكيد. وهي الحالة اللي عم تحكي عنها أيضا عم تمر علينا يعني. هلأ نحن بدنا نكون أول شيء واقعيين، ما عم نحكي كلام من المريخ. تمام. الولد بدي يحطه أول يافع أو أي بدي يحطه بصورة الموضوع. وهي أنا الإمكانيات المتاحة لدي، وأنا عم أقدم لك أكبر ما يعني أكثر شيء بقدر أنا أقدر أمن لك يا أنا عم أمن لك يا. فبالبداية أنا بدي أحطه بصورة الواقع، هي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية إنه الأهل عم يوصلوا لمرحلة يأس أو مرحلة إحباط. خلينا نقول لهم إنه كأم بتلاقيها عم تقول لك أنا أولادي ما بيحبوني، أو زوجي ما بيحبني، ما حدا مقدر تعبي، أنا بشتغل كلياته على الأرض. اللحظة اللي هي حتفكر فيها بهذا التفكير أنا رح إلا حبي حالك، عشان ما ينفهم موضوع كوني حلوة حبي حالك. تمام، بالمفهوم الغلط يلي للأسف هو منتشر كتير، إنه لا تسألي عن أولادك ولا تسألي عن الدنيا كلها وحبي حالك، هذا المفهوم الغلط يعني. أكيد لا، أنا بقول لها قومي بواجبك على أتم وجه ولا تنسي حالك. صحيح. تترك مساحة لنفسها، تترك مساحة لنفسها، تترك مساحة لتطوير مهاراتها. كم كتاب أنت عم تقري؟ صحيح. كم كتاب كم عمل انت عم تقومي لتطوير نفسك؟ هل انت فعليا، اذا نحن ننتبه للجانب الجسدي، هل انت عم تهتمي بنفسك جسديا من خلال الرياضه، من خلال الغذاء الصحي، من خلال اليوغا، من خلال التامل؟ هل انت فعليا عم تقومي فيهم هدول المهام ولا لا الحياه سرقتك؟ الحقيقه وقت انا بعمل تنظيم لوقتي واداره لوقتي انا بقدر اوصل لهي المرحله. وقت انا بدي اعيش نهاري بعشوائيه رح يضيع الوقت كلياته، ورح ضل دائما بجلد الذات. انا بدي لا، خليني انا اشوف شو الامكانيات يلي انا بقدر اجيبها لابني، بدي اقول له واجهه يعني بالحقيقه الوضع. انا فيني امن لك هدول ففينا نحن نشتريهم، اما ما فيك تطلب مني شغلات اكثر من هيك، مو بالامكان اني انا اجيب لك اياهم. ومو غلط، مو غلط. هلا هون نحن بنتجه للوفره والندره، كثير هذا مفهوم دقيق. الوفرة بأنه مثلا أنا بدي ألم، فيني جيب الألم تبع ال 500 أو ال 1000 ليرة، وفيني جيب الألم يلي حقه 20000 ليرة. ما هو ألم؟ أنا بجيب الألم المناسب لإلي، بجيب الاحتياجات المناسبة لإلي، وبكون أنا في عندي رضا عن المواد اللي أنا جايبة. مو معناته أنا قصرت بنفسي أو أنا قصرت على أولادي بالأغراض اللي أنا عم جيب لهم إياها. صحيح. في موضوع كتير مهم نسور اليوم لما بنحكي عن هذا التطور يلي كلياتنا عم نعيشه، في شيء اسمه وسائل التواصل الاجتماعي يلي مو بس حطمت او غزت تقدير الذات، لا كمان هي كانت سبب كتير كبير لبعض الناس بمختلف الشرائح العمريه، خلينا نقول انه تقل ثقتهم بنفسهم، تعرضوا ممكن للتنمر، البعض الاخر ممكن شاف حياه ما بتشبه حياته، حب يتشبه فيها بطريقة غلط. قد ايه هذا الموضوع اليوم كتير مؤذي ولازم نركز عليه؟ نرجع لموضوع الرضا، يعني هي موضوع كتير كمان مهم. انه انا دائما نحن في عنا بلوجر يمكن بنسميهم،
او اشخاص انه هن المثل يلي انا بدي اتمثل فيه، لازم اعيش مثله، لازم اعيش مثله، لازم اكل مثله، لازم. هون حقيقه في عنا خلل بالناحيه الاسريه. انا بدي اشوف شو الخلل اللي موجود، ليش هذا اليافع، ليش هذا الطفل، ليش هذا، ليش هي الصبيه صار في عندها هذا المثل الاعلى؟ طب وين دور الاهل هون بالمثل الاعلى اللي باختيار المثل الاعلى ومشاركتهم للمثل الاعلى؟ حقيقه الوقت بده يكون انا في عندي مثل اعلى كثير وهمي، حاصاب بالاحباط، حاصاب بعدم تقدير الذات، حاصاب بكثير مشاكل نفسيه حتوديني بانه انا انسان غير فاعل، رح اصير دمر ذاتي، رح صير اجلد ذاتي. هو على فكره مصطلح تدمير الذات غير مصطلح جلد الذات. نعم. فلا بدي دمر ذاتي، انا مالي حلوه، بصير بعطي حالي الفاظ سلبيه، انا مالي حلوه، ما عندي الاغراض اللي هن عندهم اياها، انا ما بقدر صير. هون نحن بدنا نشوف الصوره الذهنيه اللي عم يكونها الشخص عن نفسه، ما هو ممكن لغيري ممكن لي، شو اللي بيمنع؟ تمام. بس انا اشتغل على حالي بالطريقه الصحيحه وشوف مين هو المثل الاعلى وانا لوين رايحه. يا ترى انا في عندي رساله بهي الحياه ولا اساسا غير موجوده هي الرساله؟ طبعا. بس انا عم في عندي اضاعه على الوقت بشكل كثير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وشوف هدول الاشخاص مين هن وتابعهم وتابع اخبارهم. طب انا رسالتي وينها؟ رسالتي بالحياه وينها؟ اهدافي وينها؟ هل انا فعلا وضعت اهدافي؟ وهون بقول لهم كثير مهم نحن يكون في عنا مصفوفه ستيفن كوفي يلي هي مهم عاجل، مهم غير عاجل، رتب اولوياتي، غير مهم ولكن عاجل، غير مهم وغير عاجل. وهون نحن بنقدر نحط وسائل التواصل الاجتماعي بهذا المربع، هي غير مهمه وغير عاجله لانه هي ما حتضيف لي شيء ولا حتطور من 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 مهاراتي. نعم نسور، يعني كثير هيك اعطيتينا يمكن معلومات كثير هامه وواعية، خلينا نقول إن شاء الله الكل يكون استفاد منها. ودائما بنقول حبوا حالكم، حبوا حالكم، لا تحبوا الناس كمان، لأنه هي أساس، اللي ما بيحب حاله ما رح يقدر يتقبل حدا تاني. ودائما نقول لهم أرضاء الناس غاية لا تدرك، فما تهتموا أبدا، مهم ترضوا عن حالكم. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا كثير لكم. وهي بالفعل بحاجة للحظة وعي إنه يكونوا منتبهين فيها لذاتهم، منتبهين فيها لرسالتهم، لهدفهم. نحن خليفة الله على الأرض، شو ممكن نحن نقدم للبشرية؟ وكيف نحن وين حنكون؟ ونشوف صورتنا الذهنية، كيف العالم رح يتحدثوا عنا بعد 100 سنة، وشو هي البصمة اللي حطيناها بالحياة؟ شكرا لك نسور، كل التوفيق، وبتمنى لك نهار حلو. هلا. شكرا لك.